ما السر وراء إطلاق 21 طلقة مدفعية في بعض المراسم؟ يتساءل كثيرون عن السر وراء إطلاق 21 طلقة مدفعية في كثير من المراسم التي تتعدد بين مراسم تخص منظومة الجيش أو من الناحية السياسية كاستقبال شخصيات ووفود خارجية لها شأن، وربما عند إجراء أمور دينية كتشييع جنازة ودفن إحدى الشخصيات الجليلة. وتختلف التفسيرات حول هذه العادة، إلا أن التفسير الأقرب للصواب أو الأكثر منطقية أن ما جرى عليه العرف في جميع دول العالم هو إطلاق 21 قذيفة على سبيل التحية والتشريف. نشأ تقليد تقديم التحية بواسطة المدافع في القرن الرابع عشر مع دخول الأسلحة النارية والمدافع حيز الاستخدام. التحية ذات 21 طلقة بندقية المعترف بها بشكل عام من قبل العديد من الدول هي أعلى تكريم يتم تقديمه. ما هي الأسباب والمبررات لإطلاق هذه القذائف؟ أولاً، لتوضيح الفارق بين الدول العظمى والدول التابعة، حيث أنه في عصر الاحتلال كانت الدول الكبرى التي تسيطر على دول ومناطق كثيرة أقل منها قوة تستخدم خاصية إطلاق القذائف من أجل التدليل على أن ما لها من هيبة وتميز عن غيرها من الدول. ولذلك كان ملك بريطانيا العظمى يأمر بإطلاق ما يقارب 5 أضعاف ما يتم إطلاقه من قذائف في الدول التابعة لبريطانيا. من ثاني الأسباب أيضا مبدأ مقابلة الطلقة بطلقة. مع انتهاء الاحتلال أقرت بريطانيا مبدأ الطلقة الواحدة بالطلقة الواحدة، وذلك لكي لا تتميز عن الدول التي حصلت على استقلالها من الإمبراطورية البريطانية وتتساوى جميع الدول. فأطلقت الدول التابعة نفس ما كانت تطلقه في زمن التبعية لبريطانيا، وهو 21 طلقة. فلم تضاعف بريطانيا الطلقات 5 أضعاف كما كانت تفعل في الماضي، فتم اعتماد هذا العدد. من ثالث الأسباب أيضا لإطلاق 21 طلقة مدفعية هي الوفود. بعد أن انقضت الحروب العالمية وعملت الدول على إرساء السلام مع بعضها البعض، أصبح من العرف أن تتبادل الوفود بين الدول بصفة أساسية، سواء كانت ذلك عبارة عن زيارات من وزراء خارجية لدول أخرى، أم استقبال أحد الرؤساء لحاكم ما بعد توجيه رسالة إليه يحثه فيها على الزيارة. وبالطبع يتم الاحتفاء بهذا الرئيس الضيف عند قدومه للزيارة وكذلك عند رحيله إلى بلاده، ولكن هذه الزيارات لا تتم بشكل متكرر. فمن الأمور المتعارف عليها أن الوفد الرئاسي لا يعاود الزيارة مجددا في نفس فترة حكم الرئيس المضيف. ولكن إذا كان هذا المظهر من الاحتفال ليس أكثر من عادة، فلنا أن نسأل من أول من ابتكر مبدأ إطلاق 21 طلقة مدفعية ليصبح عرفا؟ كانت أولى الدول التي أجرت هذه التحية في العالم هي بريطانيا العظمى، وتحديدا البحرية البريطانية، وذلك بإطلاقها 7 قذائف في أماكن مرتكزة على الشواطئ، وترد المدفعية الموجودة على الجانب الساحلي عليها ب3 طلقات مدفعية لكل قذيفة من البحر، بمحصلة 21 قذيفة مدفعية. ما هو السبب وراء اختيار قذائف المدفعية على وجه الخصوص؟ لعل ذلك يرجع إلى أن بداية اكتشاف صناعة المدافع كانت القذيفة عبارة عن بارود من نترات الصوديوم، ثم تغيرت النترات بحيث يتم استخدام البوتاسيوم، وكانت المدافع يوضع بها البارود وفي الجانب العلوي كرة حديدية ضخمة، وكانت كل مرة تأخذ وقتا لتتم تعبئة المدافع. فكان إطلاق 21 طلقة مدفعية يدل على أن القوات أنهت كل الذخائر إكراما للضيف ومقامه. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الدول التي لا تجعل إطلاق الطلقات قاصرا على الرؤساء فقط، فأمريكا تقوم بإطلاق 19 طلقة للذين يقعون في درجة أدنى من الرئيس، ولكن لهم مكانة مهمة كأعضاء البرلمان، كما تقر جميع الدول إطلاق 19 طلقة من أجل رؤساء الحكومات إذا خرجوا في وفود لأي دولة. في نهاية هذا الفيديو، نتمنى أن نكون قدمنا لكم إفادة في هذا الموضوع، وأن تكونوا قد تعرفتم على السبب في إطلاق 21 طلقة مدفعية في المحافل والمراسم المختلفة.